السلام عليكم وأهلا وسهلا بالجميع بالدرس 37 من سلسلة دروس تعلم برمجة صفحات الإنترنت باستخدام لغة الـ ASP MVC، واللي راح نتناول فيه موضوع الـ Validations، وهو من المواضيع المهمة اللي لازم نركز عليها، وخاصة في عملية الإدخال في إدخال البيانات. والمقصود إخوان بالـ Validation إنه الإدخال البيانات لازم يكون بالشكل الصحيح. فعلى سبيل المثال، لو بدنا نروح على الـ Edit على سبيل المثال ونيجي نطلع على الفورم الموجود اللي امامنا، فراح نلاحظ انه عندي كومباني وتايب عفوا والى اخره. ومباشره لما نيجي نعمل سيف فانه البيانات اللي موجوده راح تتعدل. لكن في بعض الاحيان نيجي عندنا الكومباني بدي اعطيها اسم على سبيل المثال فارغ، وبدي اجي اعمل سيف. هلا من المنطق انه السيستم لازم يعترض، بحيث انه لا يمكن انه يكون في عندي شركه لها رقم ما لها اسم. ففي حالتنا هاي مباشرة بنعمل سيف، فراح تلاحظ انه تم عملية حفظ البيانات وفي عندي انا كومباني بلا اسم، وهي من الاخطاء اللي بتكون بشاشات الـ MVC، ولابد من حماية هاي الشاشات من الادخال الخاطئ. فنرجع الفورم زي ما كان اول، فبنيجي بنحكي له edit وبنرجعها اللي هو C1 وبتاريخ اللي هو على سبيل المثال اللي هو 2019 على سبيل المثال، وبنعمل سيف بهذا الشكل. فما بتضمن انه اليوزر شو العمليات اللي ممكن يسويها، فاذا اليوزر ادخل الكومباني او اسم الشركه نل، فما راح يحكوا انه اليوزر هو السبب، فراح يحكي انه المبرمج سمح له انه يدخل قيمه فاضيه. فحتى نحمي الشاشات من الادخال، فلا بد انه يكون في عندنا بعض الحقول اللي لازم نحن نجبرها يكون الادخال اجباري. فنيجي نطلع على شاشة الكريات، فعلى سبيل المثال الكومباني هي احد الحقول المرشحة. في عندي اللي هو السي تايب، انا لازم اختار يا اما بابليك يا اما برايفت، هي اثنين. الايميل لغاية اللوجن، الكونفيرم كذلك، الويب سايت يعني حنتركها اوبشنال، الديت كذلك اوبشنال، الباسورد والكونفيرم المفروض يكونوا اثنيناتهم اوبشنال، راس المال راح يكون عفوا الباسورد والكونفيرم الادخال اجباري، الكابيتال هاي بنتركها لصاحب الشركه، اللي حابب يدخل راس المال هو حر، اللي ما مش حابب يدخل راس المال هو برضه حر. وبنفس اللحظه وبنفس الكيفيه اللي هي اللوجو، اللوجو لك الخيار في ادخال الصور او لا. فمعناته في عندي انا كومباني ونوع الشركة والإيميل والكونفيرم والباسورد، وكونفيرم الباسورد هي حقول إجبارية الإدخال. فحتى نسوي هاي العملية مباشرة نتبع هاي الخطوات. نرجع على المشروع، منروح على اللي هو السوليوشن تاعنا، والفاليديشن راح يكون على مستوى الموديل، وتحديدا بملف كاستمايز كومباني اللي احنا انشأناه في الدروس السابقة، واللي بيحتوي عندي على تو كلاسز، واحد بارشل كلاسز للحقول او البروبريتيز اللي عملنا لها اضافه على اللي هو الكومباني، واللي هو الميتا داتا كلاس اللي هي تعديل على الحقول. فنمسكهم واحد واحد. زي ما حكينا الكونفيرم باسورد لابد انه يكون الحقل اجباري ادخاله، فحتى نضيف اللي هو اوامر الفاليديشن او الاتريبيوت الخاصه بالفاليديشن لازم نتاكد من استدعاء مكتبة السيستم دوت كومبوننت موديل دوت داتا انوتيشن، لانه جميع الفاليديشن هي عبارة عن كلاسز مربوطة باللايبرز سيستم دوت كومبوننت موديل دوت داتا انوتيشن، بعدم وجودها ما راح يشتغل الفاليديشن. فعلى سبيل المثال الكونفيرم ايميل، هل انا بحاجة انه يكون ريكويرد؟ فبنحكي له نعم. فنيجي فوق البروبرتيز وبنعمل له أقواس required، فبنحكي له required بهذا الشكل. وبنفس الصيغة طبعا في عنا اللي هو required رح نحكي هنا لقدام. نفس الاشي باجي بحكي له عندي attribute او properties conf email، هل انت بحاجة انه يكون عندك اجباري؟ فبنحكي له نعم. فبنحكي له سوري، نحكي له برضو required، فصار عندي الكونفيرم ايميل ريكويرد وصار عندي الكونفيرم باسورد ريكويرد. نيجي هان السي اي دي، انا بحاجه انه يكون ريكويرد، هنا بنحكي له لا، لانه حسب الديفينيشن تاع التيبل اللي السي اي دي هو برايمري كي، فهو باي ديفولت راح يكون اللي هو ريكويرد. نيجي على السي نيم،
فبنحكي له سي نيم من الحقول الإجبارية، فبنحكي له required attribute وهي تابعة لمكتبة system.componentModel.dataAnnotation. نيجي للسي تايب الحق الإجباري إدخاله، فبنحكي له required. نيجي للإيميل هو الداتا تايب تاعته إيميل، فمع required إجباري إدخال إيميل لأنه في المحاضرات القادمة راح يكون جزء من اللوجن. الويب سايت الإجبار الحق الإجباري بنحكي له لا. الديت برضو لا. الباسورد أكيد لازم يكون required. وعندي اللي هو الكابيتال هذا optional حسب رغبة اليوزر، واللوجو برضو نفس الشيء حسب رغبة اليوزر. فتم إضافة الريكويرد على الكونفيرم إيميل، كونفيرم باسورد، عندي السي نيم وعندي السي تايب، وفي عندي الإيميل، وفي عندي كمان اللي هو الباسورد. فحتى نشوف هذا الحكي على أرض الواقع مباشرة بنروح على الكرييت وبنعمل له ريندرينج أو رن. ننتظر عليه شوي. بدي أضيف حقول فارغة، بنيجي نعمل له كرييت، فراح يرفض العملية، فراح يحكي لي الكومباني فيلد هو عبارة عن لازم required، ونفس الإشي اللي هو السي تايب، الإيميل، الكونفيرم، الباسورد، والكونفيرم باسورد هي عبارة عن البروبرتيز اللي تم إضافة الاتريبيوت required على البروبرتيز اللي إلها، فمباشرة راح يرفض إضافة الريكورد إلا إذا تم إدخال بيانات على الحقول اللي ظاهرة عليها اللي هي هاي المسج. هلا قبل ما ننهي اللي هو درس اليوم رح نحكي انه باي ديفولت بمجرد ما انت ادخلت الحقل بالشكل اللي انتم شايفينه مباشرة رح يطلع لي ديفولت مسج اللي هو ذا اللي هو الديسبلاي نيم بتاع البروبرتيز ويضاف عليها كلمة فيلد ريكويرد. اذا حبيت اغير على صيغة المسج مباشرة بنروح على الموديل او الكستمايز كومباني على تحديدا على اللي هو السي نيم كناخذ كاكزامبل، فهو اعطاني ذا كومباني فيلد از ريكوايرد. اذا حبيت تغير الصيغه مباشره بعد الريكوايرد بنضيف اقواس وبنحكي له الايرور مسج يساوي على سبيل المثال الكومباني سوري شود نوت بي نل او اي مسج انت بدك اياها. فمباشرة بين اقواس بتحط صيغة الرسالة اللي حابب تظهرها للمستخدم، وهي بالعادة يعني بنستخدمها اذا حبيت تغير صيغة الرسالة او اذا كان الموقع عندك عربي وحابب النص او صيغة الرسالة تكون باللغة العربية، فساعتها بنستخدم الايرور مسج وتضاف عليها المسج اللي انت بدك تظهرها لليوزر. فحتى نشوف هذا الحكي مباشرة بنروح على صفحة الكرييت وبنعمل لها ريندرينج وننتظر عليه شوي. هي بنروح على الكرييت، فمباشرة company should not be null هي الرسالة اللي ظهرت أثناء استخدامنا لا اللي هو الايرور مسج. فبالخلاصة نحكي حتى نضيف validation بيتم إضافته من خلال الموديل كلاس، ومن خلال الموديل كلاس لابد أنه نستدعي مكتبة system.componentModel.dataAnnotation، وتحديدا بنضيف عندي الاتريبيوت اللي هو required حسب تحليلك للشاشة، فمباشرة يضاف required بين أقواس الايرور مسج إذا أنت حبيت تضيف الايرور مسج المناسب إليك. هذا كل ما يتعلق بدرس الريكوايرد فاليديشن. بتمنى يكون كل شيء واضح. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم.